أهلا وسهلا أخي راشد، مساء النور ومساءكم نوفمبري، مساء العيد الوطني والفرحة الوطنية على كل مواطن ومقيم على أرض هذا الوطن بالعيد الوطني 53 المجيد. حياكم الله عقيل. منجزات ومشاريع ورؤى حقيقة شهدتها هذه النهضة المتجددة تحت ظل صاحب الجلالة السلطان هيثم المعظم، لما أولاه من اهتمام كبير حقيقة من خلال رؤية عمان 2040 ودفع سلطنة عمان دائما في المقدمة. مدينة محاس الصناعية هي من أهم المدن هنا في محافظة مسندم لأثرها الاقتصادي والاجتماعي، لذلك هناك تفاصيل كثيرة سأستضيف معي من خلالها الفاضل مبارك بن سالم الغيلاني المكلف بأعمال مدير العام بمدينة محاس الصناعية. أستاذ مبارك، كل عام وأنتم بخير وأهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا أستاذ عقيل، شرفتونا. طبعا بداية يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه بمناسبة العيد 53 المجيد، وإلى الشعب العماني سائلا المولى عز وجل أن يديم على عمان قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار. أستاذ مبارك، بالبداية ممكن تحدثنا عن مدينة محاس الصناعية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي؟ طبعا بالتأكيد، بالنسبة لمدينة محاس الصناعية فكما يعلم الجميع بأن مدينة محاس الصناعية هي إحدى المدن الاثنى عشر مدينة التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مداين، وتعتبر مدينة محاس الصناعية إحدى ثمرات ومنجزات النهضة المتجددة بمحافظة مسندم، حيث جاء إنشاء مدينة محاس الصناعية دعما وتعزيزا وتسريعا لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة. كما أن مدينة محاس الصناعية تعتبر هي أهم وأكبر مدينة صناعية بالمحافظة بمساحة تتجاوز 1,600,000 متر مربع. نعم، إضافة إلى ذلك فإن مدينة محاس الصناعية جاءت لتحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف، من أهم هذه الأهداف هي تنمية الصناعات المحلية والمنتجات الوطنية، إضافة إلى دعم وتعزيز مشاريع الأمن الغذائي وأيضا المشاريع اللوجستية بمحافظة مسندم، إضافة إلى خلق وأيضا يعني خلق فرص أعمال للمواطنين بالمحافظة وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال بمحافظة مسندم كافة. جميل، ما هي أهم المشاريع القائمة حاليا هناك في مدينة محاس الصناعية؟ لو تذكر لي بعض هذه المشاريع. نعم، إذا ما تطرقنا إلى الحديث عن أهم المشاريع القائمة بمدينة محاس الصناعية فهنالك في الحقيقة جملة من المشاريع الهامة والاستراتيجية. من أهم هذه المشاريع، نحن نعمل حاليا على استكمال المشروع الاستراتيجي، مشروع إنشاء الطرق والبنى الأساسية بمحافظة مسندم في مدينة محاس الصناعية، تبلغ قيمة المشروع 5 مليون ريال عماني، ويتم إنشاؤه على مساحة 1 مليون متر مربع، وبلغت نسبة الإنجاز إلى نهاية الربع الثالث من هذا العام 65% لله الحمد. طبعا تشمل بعض أعمال المشاريع الرئيسية هي إنشاء المدخل الرئيسي للمدينة الصناعية وربطه بالطريق العام من خلال جسر رئيسي يبلغ طوله 80 متر، إضافة إلى إنشاء شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة الصناعية ويبلغ إجمالي طولها 7 كيلومتر تقريبا، إضافة إلى إنشاء أيضا القناة الرئيسية لتصريف مياه الأمطار، ويبلغ طول هذه القناة 4 كيلومتر تقريبا، إضافة إلى أعمال الحماية لهذه القناة. كذلك يتضمن المشروع العديد من الأعمال، من أهمها أيضا إنشاء شبكات المياه والكهرباء وشبكات الاتصالات وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة والتي تعمل بالطاقة الشمسية وعددها 100 عمود،
إضافة إلى ذلك أيضا إنشاء الخزان الرئيسي للمياه وخزان تجميع مياه الصرف الصحي. طبعا هذا بالنسبة لمشروع البنية الأساسية. أما بالنسبة للمشاريع الرئيسية بالمدينة الصناعية فلله الحمد بلغ حجم الاستثمار في مدينة محاها الصناعية 41 مليون ريال عماني تقريبا، وعدد المشاريع 12 مشروع. تمثل أهم هذه المشاريع مشروع صناعة المنتجات المواد البناء بأنواعها، إضافة إلى صناعة الخرسانة الجاهزة وصناعات الإسفلت، إضافة إلى صناعات الحجر الصناعي والحجر الطبيعي. وكذلك تضم المدينة الصناعية عددا من منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها. هذا في المجمل بالنسبة لأهم المشاريع القائمة. بالنسبة لمدينة محاس، هل هي بالنسبة للمشاريع المستهدفة هل هي محصورة على مشاريع معينة أم المجال مفتوح للعديد من أنواع المشاريع؟ نعم، بالنسبة لأهم المشاريع المستهدف توطينها في مدينة محاس الصناعية، في الحقيقة هنالك عدد من المشاريع التي نستهدف توطينها والتي انبثقت أساسا من الدراسة الاقتصادية لمدينة محاس الصناعية. فالمشاريع حقيقة ليست محصورة في عدد معين، ولكن هي أهم المشاريع التي يعني نهدف ونطمح إلى توطينها بالمدينة الصناعية، ومن أهمها مشاريع المنتجات الغذائية، مشاريع أيضا الصناعات السمكية بأنواعها، مشاريع أيضا صناعات السفن والقوارب وصناعات مواد الألياف الزجاجية، إضافة إلى صناعات الأغذية والمخازن واللوجستيات والتي تعتبر أيضا شق هام في المشاريع المستهدف توطينها بالمدينة الصناعية. كيف رأيتم الإقبال على الاستثمار في مدينة محاس الصناعية، وما الأثر المردود من هذه المدينة على أفراد المجتمع وعلى المحافظة بشكل خاص أو من خلال التسهيلات أيضا؟ بالنسبة لمدينة محاس الصناعية فكما ذكرت هي تعتبر أهم يعني من أهم المنجزات النهضة المتجددة في محافظة مسندم. كما ذكرت سالفا بأن هناك مجموعة من الأهداف تم تحقيقها لله الحمد. أيضا الإقبال يعتبر إقبال ممتاز. نحن لله الحمد في مدينة محاس الصناعية طرحنا مجموعة من الحوافز والإعفاءات للمستثمرين، ونرى أيضا أثر هذه الحوافز والإعفاءات من حيث إقبال الإخوة المستثمرين وتوطين أيضا عدد من المشاريع الهامة خلال هذا العام. تم توطين قرابة 5 مشاريع لله الحمد بتكلفة تقارب 2 مليون ريال عماني، أكثر من 2 مليون ريال عماني. بالنسبة لهذه الحوافز والإعفاءات أود أن أذكر بعض هذه الحوافز. أهمها طبعا الإعفاء من الإيجار، من القيمة الإيجارية لمدة سنتين للعقود المبرمة من العام 2021 إلى العام 2024. يليها أيضا تخفيض في القيمة الإيجارية 50% للثلاث سنوات التالية لنفس الفترة، إضافة إلى عدد أيضا من الحوافز الأخرى المرتبطة بلائحة الاستثمار بمدائن. شكرا لك أستاذ مبارك بن سالم الغيلاني، المدير العام المكلف بأعمال مدينة محاس الصناعية. إلى هنا نصل أعزائي المشاهدين في نهاية هذا الموضوع حول مدينة محاس لأثرها الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة. ومع هذا تزامنا مع هذه المناسبة للمشاهدين نهنئهم جميعا وكل من يسكن أرض هذه الوطن من مواطن ومقيم، وكل عام وأنتم بخير. ننتقل بالصوت والصورة. شكرا للزميل عقيل، تواصل معنا مباشرة من محافظة مسندم، هذه المحافظة التي تشهد فرصا واعدة ومجموعة من المشاريع الاستثمارية المستقبلية. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، إلى الانتقال إلى الحدث الأهم عبر هذه التغطية المباشرة والخاصة من تلفزيون سلطنة عمان، ويوم 18 من نوفمبر إلى حين الانتقال إلى قاعدة أدم الجوية والعرض العسكري على ميدان الاستعراض هناك بقاعدة أدم الجوية بمناسبة العيد الوطني 53 المجيد تحت الرعاية السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. فكل عام وسلطاننا المفدى ضياء عمان هامتها السامقة، كل يوم وهو أمل الحاضر المستقبل الواعد، كل يوم وهو حامي حما عمان حضارة ثقافة وتاريخا تليداً.